معكم احمد كريمي، مدير الاكاديميه الجهويه للتربيه في كل الجهات المناطقه الشفافيه. شكرا لكم على تلبيه الدعوه لهذه الندوه الصحفيه اللي يعني عقدنا هذه الصبيحه بالاكاديميه، فقط يعني ك يعني واحد المجمل يعني الارقام والمعطيات ومستجدات التربويه بالنسبه لهذا الموسم. فانتم كتعرفوا الجهه ديالنا زاد من مليون تلميذه وتلميذ في الاسلاك ديال العمومي، 20 مؤسسه جديده اللي فتحات، زيد من 160 حجره يعني في توسيع، داخليه جديده، 3 مدارس جماعاتيه، تقريبا 700 الف تلميذه وتلميذ يعني اللي مستخدمين المواطنه الملكيه الساميه من المحفظه، زيد من 100 يعني 25 الف تلميذه وتلميذ اللي مستخدمين من الداخليات يعني بالاعدادي ابتدائي اعدادي وتحيلي، زيد من 100 الف تلميذه وتلميذ اللي مستخدمين من النقل المدرسي، وهكذا يعني مجموعه من المداخل اللي كتعزز العرض وكتدعم يعني التمدرس يعني حقيقة لهذا يعني توفير يعني شرط هذا الالزاميه وضمان تحقيق التمدرس بالنسبه لهذا الاسلاك. بطبيعه الحال هناك ورش اصلاحي خصوصا تربوي في العمق، الاساس ديالو هو يعني الاشتغال في الفصل الدراسي يعني لضمان جودة، انتم كتعرفوا كاين الاهداف الثلاث هو الالزاميه وضمان جودة التعلمات والتفكير. بالنسبة لضمان جودة التعلمات اليوم هضرنا على الحكمة في الندوة ونقشنها، مي يعني انه يمكن نقشنها، ولكن الاساس هو انه البنايات لما الطعام او الاطعام التعليم الاولي هناك يعني حاولنا باش حنا كاداره وكمدبرين نركزوا على الجانب التربوي، وكاين تعاقد مع متدخلين اصحاب اختصاص باش يتيسر الامر ديالنا في التركيز على التربيه. هذا الذي اقصد. دونك انطلق الورش التربوي اللي يمكن نجملوه دابا في مؤسسات الرياده بالنسبه للابتدائي، والورش على مستوى يعني الثانوي الاعدادي والتعليمي على مستوى مؤسسات الرياده. كتعرفوا بانه تم التجريب السنه الماضيه ديال يعني مقاربه ديال الطالب او التدريس وفق المستوى المناسب. الهدف هو يعني انه خصنا نعرفوا التلاميذ في مستوى مستوى التعلمات عفوا، وخصنا الا كان لاحظنا بانه كاين تعطل او يعني هذا المستوى يعني ديالهم في التعلمات ما كي يعني يوازيش المستوى اللي هما فيه، خصنا نعالجوا التعطل، خصنا لا غوميدياسيون، خصنا نصلحوا هذا التعطل وفق هذه المقاربه. وبطبيعه الحال تم تجربه السنه الماضيه، والان يعني التعميم ديالها في مؤسسات الرياده بالنسبه للجهه ديالنا واحد 34 ألف يعني تلميذ وتلميذ، وأزيد من 1000 أستاذة وأستاذ اللي تكونوا في هذه المقاربة، 15 مفتش يعني مواكب. هناك انخراط وتطوع ديال الإدارة التربوية وديال الأستاذات والأساتذة في هذه المؤسسات. المؤسسات جهزات يعني كما قلت بالطاولات والمصلات، وكاين عناية على مستوى يعني التأهيل ديال هذه المؤسسات. وبطبيعة الحال وأهم حاجة هي أنه الاولي اللجم الاولي غيدار تقييم في يعني المهارات والمكتسبات ديالو يعني في الاسبوع الثالث من هذا الشهر، باش نعرفوا شنو يعني تم الاشتغال عليه ولا شنو اللي اكتسب الطفل في التعليم الاولي، باش ايضا نطوروا التعليم الاولي وباش نعرفوا يعني لما تم الاشتغال عليه في مختلف الوحدات. وكاين بطبيعه الحال علامات الجوده اللي تعطى ولا ما تعطاش الوحدات ديال التعليم الاولي بطبيعه الحال. ثم ايضا بالنسبه للابتدائي الروائز بالنسبه للطالب انطلقت يوم امس الحمد لله مؤسسه الرياده، الساده المديرين مشكورين، الساده الاساتذه المفتشين، كل شيء حاضر. انطلق العمل ديالنا في مؤسسه الجهه ديالنا، انطلقوا الروائز يوم امس. وبطبيعه الحال ايضا هناك الروائز الخاصه بوضعيه التعلمات بالنسبه للتلاميذ، كاين روائز ديال الطالب وكاين يعني باش نعرفوا منين تكون هذه المدخلات بالتمويل وبهذه التجهيزات وبهذه الرافعات اللي هضرنا عليهم، طيله والمقاربه والمقررات يعني يعني والمزيد ديال التعليم الصريح والبيداغوجيات الجديده وما الى ذلك، باش نعرفوا وحنا غاديين مرحليا اشنو وصلنا، وفي يونيو اشنو غادي يكون هذا المستوى ديال، وباش نعرفوا الاصلاح ديالنا والمقاربات
شنو اللي غادي مزيان وشنو اللي خصنا نصلحو، وبهكا كنكونوا كنضمنوا يعني بالقياس وبشكل دقيق هذا الاصلاح اللي حنا فيه، لانه كنقولوا بانه خص الاصلاح يكون في الفصل الدراسي. دونك هذا هو يعني، وهذا باقتضاب طبيعه الحال الاعدادي ايضا في الرافعه ديال التجويد ومحاربه الهدر بالنسبه للغه الفرنسيه، وايضا غادي كاين هذا الرئيس ديال القياس تم الموضوع اللي غينطلق يوم الاثنين، وبالنسبه للتمييز بالنسبه للتاهيلي. دونك اوراش اصلاحيه مفتوحه وان شاء الله معنا غتوقفوها. شكرا لكم. شكرا.